بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم، قناة الدكتورة مع الدكتور. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك معنا وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أناقش النهاردة عدة قضايا اللي بتحصل على الساحة الرياضية. هنتكلم الأول عن موضوع ريني فايلر. وإيه قصة ريني فايلر؟ وإيه الموضوع؟ وليه الأهلي مد أجل الموضوع لحد 1 أكتوبر؟ ريني فايلر عقده مع النادي الأهلي كان المفروض إنه بينتهي بانتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولعشان موضوع الكورونا العقد حسب ما الاتحاد الدولي عمل مد العقود شوية، فكان الاتفاق مع ريني فايلر ان تبقى نهايته مع نهاية بطولة افريقيا اللي تحدد لها الميعاد الاولاني بنهاية دوري ابطال افريقيا. ولما تمدت الامور العقد طول شوية، ففي فترة من 1 لـ10 اكتوبر المفروض ان دي ممكن ينتهي فيها العقود بدون شروط جزائية سواء على الاهلي وعلى ريني فايلر. الاهلي بخبرة ابنائه والقامات اللي فيه كانوا حاسين في اي وقت ان ممكن ريني فايلر يمشي، فكانت مفتوحة جهات اتصال مع مدربين اجانب. هما المدربين المصريين ولاد النادي، هما اكتر من مدرب ولاد النادي، وفي تفكير في اكتر من حد، لكن الاتنين الاقرب محمد يوسف لخبرته الافريقية وانه اشتغل مع مانويل جوزيه، وان محمد يوسف ليه بطولة افريقية، والتاني هو عماد النحاس ابن النادي الاهلي اللي بيحقق نجاحات كبيرة مع نادي المقاولين العرب. فعشان كده الاهلي منتظر لاول 10، ممكن خلال الفترة دي ريني فايلر يغير رأيه ويغير تفكيره ويقرر انه يقعد. هو كل مشاكل ريني فايلر غالبا اسرية، وفي احتمال كبير انه يكون جاله عقد تدريب في سويسرا، ولكن هو الامور ان العقد بتاع ريني فايلر منتهي فعليا، والراجل اللي هيهرب ولا مشي بطريقة سيئة ولا مشي بطريقة راح اتعاقد وهو ممضي عقده. وكان امير مرتضى منزل صورة يقول لك لما تحب تمضي المدير الفني بتاعك تعالى انا امضيه لك، اهو مضى عندك وراح مشي وراح التعاون السعودي. لكن ريني فايلر عقده انتهى فعليا، وده كان متوقع من مجلس الإدارة، وكانت هتبقى الإقالة من مجلس الإدارة لو هو ما حققش بطولة دوري أبطال أفريقيا، أو منه هو لو هو حقق وعايز يزود شروط تعاقده. فيعني القصة إن مش فايلر مهربش ولا مجلس الإدارة فشل، هو كل الحكاية إن هي عملية عقود، وفي تفكير قد يكون بكرة أو بعده الراجل غير تفكيره ويقول أنا مستمر مع النادي الأهلي نادي بطولات وأكمل بطولة دوري أبطال أفريقيا. الملاحظ برضو انا قلت كلمتكم عن ماتش الرجاء والوداد في الفيديو اللي فات ان الوداد يمكن واقع بدنيا، فالاهلي ان شاء الله هيتخطى العقبة دي تماما باذن الله، وهيتبقى قدامه ان يلعب النهائي قدام مين، سواء الرجاء او سواء الزمالك، وباذن الله نحصل على البطولة. يا جماعة برضو انا عايز اقول على حاجة تنويه كده، انا اهلاوي، انا لا ادعي ان انا محايد، انا لا ادعي ان انا محايد، انا بحايد في الامور اللي محتاجة كلمة حق. لو الغلط علي او على الاهلي هقول، لكن طالما في الامور الطبيعية انا منحاز للاهلي، انا اخبار الاهلي، انا برد على الناس اللي ضد الاهلي، محدش يقول لي تبقى محايد، انا مش محايد، انا بقولها صراحة. القناة دي قناة الاهلي، قناة الاهلي، قناة دفاع عن الاهلي. الكلام ده انا حبيت اقوله لناس كتيره بتقول لي انت مش محايد، انا فعلا مش محايد، انا بقولها صراحه انا مش محايد. يعني اظن يعني رغان بس ان ما حدش يزعل مني، القناه ليست حياديه، القناه اهلاويه صرف. هتبقى حياديه امتى؟ لو اي فريق مصري ليه مشكله مع فريق تاني انا هساند الفريق دوت قلبا وقالبا. منتخب مصر على عيني وعلى راسي، انا مصري حتى النخاع. القناه دي لمنتخب مصر وللأهل فقط، لن أكون محايدا في أي حاجة بتضم ما بين الأهلي وأي فريق آخر. اتفقنا؟ ما حدش يقول لي أنت محايد، ما حدش يطلب مني دي خالص، أنا مش محايد، بعترف بيها. أي حد زملكاوي عايز يعرف مني يعرف أخبار ويسمع آراء تخص ناديه بحيادية هيسمعها.
لكن انا منحاز دايما في اي حاجه ما بين اتنين هتلاقيني مع الاهلي عشان تبقى الامور واضحه. نيجي بقى لموضوع امبارح، عمرو الجناني كان ليه لقاء مع احمد شوبير، وعمرو الجناني اتكلم عن العقوبات اللي بتتاخد وقال هتتنفس هتتنفس بالعافيه بالذوق هتتنفس، قال ما فيش حاجه اسمها عافيه، انا جايب لجنه انضباط، لجنه الانضباط دي انا ماليش اي علاقه بيها، ده عمرو الجناني اللي بيقول، هي بتاخد قرارات والقرارات دي ملزمه لاي حد. قال لك بقى واحد يقول لك مش هدفع، يعني عشان ايه مرتضى منصور واخدك جلاله شويه وانا مش هدفع، قال لك ليهم مستحقات، المستحقات دي من الشركات الراعيه بيجي له من الاتحاد الافريقي، هخصم وهنضف قبل ما تبدا اي بطوله تانية، ما كانش هيبقى في خطوات تصعيديه منها منع القيد، منها حاجات كتيره جدا جدا، يعني ما حدش يفتكر نفسه انه ناصح ان انا الفلوس في جيبي ما حدش هيقدر ياخدها مني. هو الزام الفلوس هتدفع، هتدفع باي وسيله كانت، هتدفع الفلوس سواء بقى ان يتخصم من مستحقاته اللي جايه من افريقيا، من مستحقاته عند الشركات الراعيه، يعني انت هو مش عمليه ان انا هروح اطالبك ابعت لك على باب النادي ووصله والنبي اديني ال 200,000 200,000 جنيه اللي اتخصموا منك، لا بيتخصم على طول من المنبع، من مستحقاتك عند الاتحاد، من مستحقاتك في اي بطولات بيتخصم على طول من منبع، يعني ايه العقوبات دي سهله خصومات خصمها. ومحمد فضل برضه رد عليه، رد عليه قال انا ما قداميش الا الطرق القانونيه ارد عليها، انا لن اتدنى لهذا المستوى، مش هتدنى لمستوى رئيس نادي الزمالك. هنبدا بقى الكلام الرئيسي عن رئيس نادي الزمالك، ليه انا برضه في ناس كتير انت مرتضى ولا يا جماعه انتوا مش شايفين ان هو وجوده في حياتنا مش طبيعي، وجوده في حياتنا مش طبيعي، اللي بيعمله مش طبيعي، اتهامات الناس بالباطل مش طبيعي، دايما يوجه لسكه، واحكي لحضراتكم لسكه الحاجات السيئه والحاجات الاخلاقيه دايما، يعني اي صراع بيحوله لا اخلاقي، يعني كان بيتكلم عن الرجاله ماشي، لكن امبارح واحده ست صحفيه اسمها ميرفت حسنين شغاله في الاهرام الرياضي، مجرد انها عملت موضوع نقد عن نادي الزمالك او عنه او عن المدير الفني بتاع التعاون، وانه كان المدير الفني باتس كارترون اللي حاليا في التعاون، او انها تكتب موضوع عن مصطفى محمد وهي نائب رئيس تحرير الاهرام وست بيشهد لها جميع الجميع بالاخلاق والاحترام، يبدا يوجه اتهامات ليها ان هشام حطب بيصفرها، ما هي بتسافر كصحفيه، هي اذا كانت بتسافر يعني انا ما اعرفش هي بتسافر ولا لا، ومش في دهاليز اللجنه الاولمبيه المصريه، يوجه لها اتهامات، هل ده يليق؟ هل ده يليق؟ انا برضو النهارده بقى يعني هكلم اهل متغامر واهل اتميده كلام مهم جدا عن الموضوع ده، هل يليق ان دوت يبقى نائب برلمان يا جماعه؟ هل يليق ان ده يبقى رئيس؟ انا بكلم اخواتي الزملكاويه، انا قلت لكم انا بحترم نادي الزمالك، انا قلت انا مش حيادي بس ما بغلطش في نادي الزمالك، عمري ما غلطت في نادي الزمالك يا جماعه، ولا حتى اتريقت عليه في ماتشات ولا بتاع، انا كل كلامي منصب عن هذا الرجل اللي مالي حياتنا قبح، والله قبح يا جماعه، حاجه قبيحه، حاجه مش جميله، حاجه مش ظريفه هو مالها في حياتنا. فطبعا السيده ميرفت حسنين لها كل الاحترام، كان الكلام عنها غير لائق خالص ان الراجل يتكلم عن ست، وطبعا هتتواجه هي بالحصانه لو حبت تتقدم باي بلاغات، وحاليا هو بيلعب اللعبه انه عمال يتكلم عن حماده بالصاوي وراجل حق وراجل قانون، وهو فعلا راجل، هو فعلا كده يا معالي، يا معالي النائب العام حضرتك مش محتاج الكلام دوت، احنا عارفين كده كويس وعارفين انك راجل نزيه وراجل شريف وهتطبق القانون عليه بمجرد ما تبقى متاحه لحضرتك الفرصه انك باذن الله تطبق القانون عليه، انت هو مش انت مش محتاج ان هو المدح بتاعه، ده المدح بتاعه ده ذنب، يعني لما ده بيمدح حد تأكد ان هو يا ليه مصلحة عنده يا اما هو شخص من عينته، وانا عارف ان حضرتك مالكش مصلحة، هو له مصلحة عندك، فعشان كده بيمدح حضرتك، لو انتهت مصلحته ووجد منك هيبقى زي النائب العام السابق الراجل المحترم اللي بيهاجمه لحد دلوقتي.
فنتمنى ان النائب العام ما ياخدش بالكلام دوت، ولا السادة وكلاء النائب العام المحترمين اللي هو عمال يبقوا عارفين فاهمين الكلام وهم فاهمين واقدر مننا، ده هم لما حد بيقعد قدامهم بيعرفوا يجيبوا اللي جواه واللي وراه وفاهمين كل حاجة كويس. فبنتمنى ان معالي النائب العام اول ما تنتهي الحصانة كل البلاغات اللي ضده تتفتح ويتجاب فيها والسيدة ميرفت حسنين هتتقدم أكيد ببلاغات على الكلام المسيء اللي اتقال لها. وجه هو ضفة الأمور عن حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد، وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجنايني، وبرضه وجه لهم قضية تجسس وقال إنه رايح بعد ما يروح أتميدة يقدم ورق الانتخابات، وأنا برضه هاجي للنقطة ديت هتكلم فيها نقطة أتميدة إن أنا جاي يوم الجمعة وأقدم السبت وأروح السبت بالليل. أنا نائب دايرة رحتها يوم الانتخابات عشان أقدم، وبعد كده بقعد في نادي الزمالك وأطلع في قناة الزمالك 24 ساعة. أنا فين من دايرتي الانتخابية اللي أنا مسؤول عنها قدام ربنا قبل ما أكون قدام العبد؟ أنا فين من دايرتي الانتخابية؟ أقول عن دايرتي الانتخابية قدام ربنا، ربنا يسألني عن الدايرة دي أنا فين منها؟ إن أنا أروح أبات ليلة وقعد قابلوني وعملوا، طب ما هم طبيعي اهلنا في كل حته عمرهم ما يقابلوك هيقابلوك يقولوا لك يلا امشي، لا هيقابلوك كويس ويعشوك ويجيبوا لك اكله، وكل اسره تبعت لك حواليك هتبعت لك، لان على اساس ان انت ضيف. ده الواحد بيبقى رايح لعضو رايح يقدم في ولا عضو برلمان والناس بتقابله وكلها بتحتفي بيه، مجرد واحد من اهل البلد وشخصيه مشهوره او معروفة، هو طبعا شهرة سيئة والعياذ بالله، ورغم كده بيجوا يقابلوه كويس. مش معنى كده انك انت كسبت الانتخابات، وطبعا هو كطريقته برضو المعروفة ودس السم في العسل. انا كل المرشحين ضدي اصدقائي وحبايبي، اياك بعد كده ما تظهرش ضرب نار ومؤامرات، وده عمل زي ما كان بيحصل مع عبد الرحمن بركة. مصطفى محمد خلاص فركش، مصطفى محمد هيروح تركيا، قال لهم انا عايز احترف، فغالبا ممكن ما يكمل. لما جاله عرضين قال لا انا مش هقعد، لان مفيش كله عايز الفلوس، وكله بيفكر في الفلوس وكله بيفكر في مصلحته. فكده اول واحد عقد انفرط عقد مصطفى محمد، ساسي وبن شرقي وراه. نيجي بقى الاهل أتميدة وميد غمر. هو امبارح راح كان قايل لأحمد جمال أو لخالد الغندور أنا رايح لأهلي وحبايبي في أتميدة، رايح يوم الجمعة هبات وأقدم السبت وبعد كده هرجع في نفس اليوم. يا سلام يا سيد الفاضل، يا سلام، حضرتك نائب عن دايرة رايحها بس عشان التقديم في الانتخابات؟ أنت رحت أتميدة كم مرة؟ رحت بتغمر كم مرة؟ أنا ما ظنش إن أنا شفتك هناك، لأن أنا شايفك أنت مشغول هنا بالكورة وبحضور الماتشات، أنت بتروح ورا الزمالك لو راح يلعب في بلاد الواق الواق، بتروح وتقعد في المدرج عشان التصوير وعشان الكاميرات. أنا ما أعرفش برضو أهالي الدقهلية المحترمين، أهالي ميد غمر المحترمين يقولوا لي لو الراجل ده يا جماعة عامل خدمات ليكم وأنتوا حاسين إنه مهم ليكم، انا هكون سعيد جدا ان في واحد ايا كان بقى هو لسانه طويل على الناس، لكن هل ان في واحد بيخدم اهلنا وحبايبنا سواء في اي بلد، لو في نائب بيخدم وعمل خدمات في البلد غير طبعا الحاجات بقى اللي بتتعمل البسيطه ديت، انا اتمنى ان يكون هذا النائب موجود. في نواب كتيره قد يكونوا ما بيتكلموش في مجلس الشعب او ما بيعرضوش الدوله، بيبقوا عايزين يأدوا خدمات لأهل دايرتهم، حد محتاج حاجة بيروح يمضيله، فبتبقى علاقته حلوة بالوزراء لو هو من النوع دوت. المهم ان تكون منه فايدة، ان تكون فيه من الراجل ده فايدة، مش فايدته ان يشتم الناس. انا مفيش عداوة شخصية معاه، انا بتكلم اهو، انتوا الحكم، بلاش يا جماعة كله بصوا، عشان بس نكون دغري، هو عمال يتكلم عن الفلوس وان الناس بتقول احنا اهل أتميدة اشترينا بالفلوس، هو طبعا فاهم هو بيقول ايه، لان الانتخابات تحولت في بعض الاحيان وفي بعض المناطق لفلوس، الصوت بكذا، ودول نواب بيدوروا على انهم ياخدوا مكان ويبعدوا. اختاروا حد من ابناء دايركم يكون هيخدمكم، يكون مش هيدفع فلوس.
وتكونوا مجربينه، مش لازم تكونوا مجربينه في مجلس النواب، تكونوا مجربينه هو بيخدم لوجه الله، هو راجل خير لوجه الله، راجل بيعمل الخيرات لوجه الله بدون ما يكون محتاج منصب. الراجل ده صندوق كلكم يا جماعه، اللي بياخد صوت لو حتى لو الصوت ب 10,000 جنيه، صدقوني بيتاخد قدامكم خدمات بملايين الجنيهات الجنيهات. اللي بيبيع صوته ده يا جماعه بيبيع بلده فعلا والله. اللي بيبيع صوته انت بتبص على المكسب القريب، ما انا كده كده هينجحوه، لا كده كده مش هينجحوه. لو الناس كلها تكتلت تكتلت ووقفت ورا نائب محترم والكلام ده، الاهل كل الدوائر ما تقبلش فلوس من حد. شوف نائب في دايرتك محترم تكون عارف انه هيخدم. حتى في نواب ممكن ما تكونش بتخدم بس بتبقى شوكه في ظهر الحكومه انها تقدم، ما اقصدش شوكه في ظهر الحكومه برضه انهم يدوروا الحكومه، انا اقصد انه بيسال الحكومه، بيقدم استجوابات، بيخلي الوزراء شغالين خايفين ان في نائب بيخش هيخش يحاسبهم. فكل الناس ديت لازم تنجح في الانتخابات، مش الناس اللي عايزين حصانه ويقعدوا في المجلس ما لهمش اي قيمه وما يقدموش حاجه لبلدنا. يا جماعة مهم جدا جدا ان انا اقول لحضراتكم الكلام ده، مهم جدا انكم انتوا تختاروا نوابكم. بيع الاصوات ده حاجة سيئة جدا، انت بتبيع معاها خدماتك وبتبيع دايرتك لمدة 5 سنين، ان النائب ده عارف انه كسب بفلوسه مش هيخشها تاني. فعشان كده ارجو من حضراتكم انكم تنتبهوا للعبة الانتخابات. الكلام دوت موجه لكل المتابعين بتوعي، لكل الإخوة اللي أنا بشرف إنهم معايا وكلهم ناس مثقفين وكلهم ناس. نبهوا الناس حواليكم اطلعوا للانتخابات، أصل مش هتطلع هتقولها قاطع الانتخابات، يبقى أنت بتدي فرصة للمزورين وبتدي فرصة للناس الفاسدين إنهم يكسبوا الانتخابات. وجودك أنت في حد ذاته في الانتخابات هو حماية للانتخابات وحباية للناس الشرفاء. انا خرجت حضراتكم من على موضوع الكورة ودخلنا في موضوع الانتخابات، بس ده موضوع مهم جدا جدا، وارجو ان من اهل اتميدة وميت غمر يقيموا امورهم. على فكرة الدولة برضو يا جماعة ما بتزورش انتخابات، وخصوصا في المرحلة الاولى. المرحلة الاولى بتبقى صراعات وكل واحد بيحاول ياخد منطقته، وكل واحد بتبقى فيه عصبية قبلية وفيه عصبية عيلة. يا جماعة برضو انا عايز اتكلم عن حتة العصبية القبلية، مش معنى ان واحد قريبي ان انا انجحه، طب ما انا ممكن انجح واحد يخدمني ويخدم الدايرة ويخدم البلد يبقى افضل. كل واحد، مش معنى ان واحد من بلدي وقصة الكورس ما يطلعش من البلد، يعني هو لو قاعد في البلد انت بتقعد عليه، ما اللي بيقعد عليه برضو واحد من البلد وقرايبه هم اللي بيتنططوا على الناس. احنا عايزين واحد يتقي ربنا في كل الدوائر، في كل الدوائر عايزين واحد يتقي ربنا، جميع الدوائر في مصر كلها عايزين واحد يتقي ربنا ويكون راجل سياسي محنك، يكون بيأدي يا اما سياسي محنك يا اما يكون بيأدي خدمات للناس وبيخدم الناس وبيعمل خدمات للناس. ده اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين واحد يقعد على الكرسي. في بلدنا احنا فرحانين ناس كتيرة، نغمة كتيرة، وعندي انا في بلدك مني بلد كبيرة يقولك لا الكرسي ما يقعدش في البلد، طب يعني ما يطلعش من البلد، طب هو انا يعني هو سايبه للكرسي ده هو بيقعد شوية وانا بقعد شوية مثلا ولا ايه؟ ما هو اللي برضو الكرسي هو اللي قاعد عليه نفس الشخص واهله اللي بيقعدوا يتنططوا على الناس وعلى اهل البلد. انا بتكلمش عن شخصيات معينة، انا بتكلم عن كل البلاد. انت ادي حتى لو مش من بلدك، لو مش منطقتك، ادي للاصلح اللي يتقي ربنا فينا، اللي يبقى عامل مجلس نواب قوي يقف مع الرئيس وضد الرئيس يقول له لا دي غلط دي صح دي ما تتعملش. عملوا ايه النواب في ازمة الغرامات والهدم؟ ما كانوش وصلوا الامور اللي هو فيه، القرارات اللي اتخذت وناس فقيره وناس غلبانه وبتفقد سكنهم، عايزين نواب كانوا يقفوا. لا انا ما اقبلش، انا ما اقبلش ان اهالي دايرتي يدفعوا المبلغ ده. لا هاتوا الحيتان الكبار اللي بنوا على اراضي الدوله، هاتوا اللي باينين ابراج. لكن واحد بني بيت دورين سافر بره وبنى بيت دورين وجير بنى على ارض زراعيه وبتوع المجلس المحلي خدوا منه قرشين وخلوه يبني وخدعوه، تيجي تهدله البيت وهو حاطط كل شقاوه وهو في دوله عربيه ولا شيء بره عامل او بتاع. النواب لا، مش دول اللي انت تاخد منهم فلوس، دول انت تديهم فلوس، دول انت تساعدهم، دول تديهم دعم.
لكن انت خد من الحيتان الكبار اللي بني فيلا واخد النيل، واحد زي مرتضى منصور بني عمارة وطالع ست ادوار مخالف، المخالفين الحقيقيين، لكن عموم الشعب ما تاخدش منهم حاجة. ده رأيي وربنا، وانا عارف ان الحلقة دي لو وصلت بالشكل ده لمرتضى منصور ده يستغلها ان انا اخواني ومش اخواني، وان انا لا، انا بدافع عن بلدي وبدافع عن الشعب، وبقولها صراحة النواب لازم يؤدوا دورهم ويكونوا عقول للشعب، مش الشعب مجرد لهم صوت انتخابي يركبوه لحد المجلس وبعد كده ما يعرفوش. معلش احنا النهاردة الحلقة كانت انتخابات، اتمنى ان حضراتكم تشيروا الحلقة دي لانها مهمة جدا لكل مصر وكل الناس، وانا والله لما ببدأ الموضوع ما بعرفش هنهي ازاي، فهي بتيجي كده ان انا بتكلم واللي بيفتح عليه بيه ربنا بقوله وبقوله من قلبي ان شاء الله. فانا اشكر حضراتكم واتمنى ان الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ياريت تشيروه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتأمل واللي ما اشتركش اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا للجديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.